وجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باحاله المخالفات المرصوده بشان بعض اعمال نادي السرعه الدراج الرياضي والثقافي الى النيابه العامه لاتخاذ اللازم بشانها وذلك في ضوء تقرير التدقيق الاستقصائي المرفوع الى سموه من ديوان الرقابه الماليه والاداريه بهذا الشان الذي اظهر وجود عدة مخالفات وأوجه قصور تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وأكد سموه أهمية مواصلة تعزيز المحاسبة والمسؤولية وترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية لصون المال العام، منوها بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر أدواتها الرقابية المختلفة في تعزيز أفضل الممارسات الصحيحة.